الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ووفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى، واكفنا السوء وسائر المسلمين بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين. ثبتنا على الحق واهدنا للحق ووفقنا لذلك يا رب العالمين. أسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. أسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونسألك من خير ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب حشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلوم مشايخهم وتلامذتهم وقراء مصنفاتهم في الدارين، آمين. في الجلسة الماضية تكلمنا في أحكام القسم والنشوز من كتاب النكاح، وقلنا الأول اللي هو القسم من جهة الزوج، والثاني للنشوز من جهة الزوجة، ومعنى نشوزها ارتفاعها عن أداء الحق الواجب عليها، وإذا كان في عصمة شخص زوجتان فأكثر لا يجب عليه القسم بينهما أو بينهن، حتى لو أعرض عنهن أو عن الواحدة فلم يبت عندهن أو عندها لم يأثم. وقلنا لا يجب طالما لم يتم الدخول، يعني لو عقد على عدة زوجات ولم يدخل بأحدهم لا يجب عليه القسم، لكن مجرد أن دخل بهن وجب القسم. واضح؟ يعني ممكن إنسان يعقد على زوجتين ولا يدخل بهم عدة سنوات فمش واجب عليه القسم طالما ما عملش إيه؟ دخول. فإذا دخل على واحدة منهن وجب القسم بينهن باللي دخل بها واللي ما دخلش بيها. واضح؟ وعشان كده بيقول لا يجب عليه، يعني قبل الدخول وبعد العقد، يعني القسم لا يجب بمجرد العقد بل يجب بمجرد الدخول، وقد يكون هناك فارق زمني بين العقد والدخول. ادي معنى كلام الشيخ. ولكن يستحب الا يعطلهن من المبيت، يعني يستحب ان هو ما ياخرش الدخول، مش يعقد على الستات وبعدين يوقف حالهم ولا يدخل بيهم ولا يسيبهم يتجوزوا غيره. واضح؟ لكن يستحب الا يعطلهن من المبيت ولا الواحده ايضا بان يبيت عندهن او عندها، وادنى درجات الواحده الا يخليها كل 4 ليالي عن ليله. يعني حتى المتزوج واحده يجب عليه انه يبيت عندها ليله كل 4 ليالي. طب وبقيه الليالي هو بيبات عندها كل يوم ما يجراش حاجه، هو ليلة وجبة وبقيت الليالي على سبيل الاستحباب. واضح؟ لكن لا يخليها 4 ليالي. ولو كان متزوج 4 يبقى ليلة لكل واحد بالتقسيم هكذا، أو ليلتان لواحدة، ليلتان ليلتان، يعني ممكن يقسم يومين يومين يومين، أو يوم يوم يوم، أو أسبوع أسبوع أسبوع، أو شهر شهر شهر، أو سنة سنة سنة. يمكن ليه زوجة في اسكندرية وزوجة في مصر، يقعد أسبوع في مصر وأسبوع في اسكندرية، يبقى قسمه ماشي على الأسبوع. واخد بالك ازاي؟ وهكذا حسب ظروفه يعني. وأدنى درجات الواحدة ألا يخليها كل 4 ليالي عن ليلة. والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة. يبقى شوف هنا قال لك القسم ليس بواجب، وفي الآخر هنا يقول لك التسوية واجبة، أي التسوية بين الزوجات واجبة بعد الدخول. يبقى هناك إيه؟ ليست واجبة يعني بمجرد العقد، وهنا واجبة أي بعد الدخول، عشان ما يبقاش في تناقض. بس عشان اللي يجي يقرأ ومش فاهم يقول ده في تناقض، في الأول يقول ليس بواجبة وهنا يقول واجبة. والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة، وتعتبر التسوية بالمكان تارة وبالزمان أخرى. أما المكان فيحرم الجمع بين الزوجتين فأكثر في مسكن واحد في مسكن واحد إلا بالرضا. يعني متزوج 3 زوجات ما قعد 2 مع بعض في مسكن واحد، واحدة في مسكن منفصل، يبقى كده غير عادل بالمكان.
يبقى مفيش عدل في المكان، لان حطت اتنين في مسكن وحطت واحده في مسكن منفصل. يخليهم كلهم في مسكن واحد برضاهم، يخلي كل واحده مسكن منفصل علشان يعدل، مش كده وبس، وطبيعه المكان كمان. يعني دي قاعده في شقه ثلاث اوض، تبقى دي ثلاث اوض زيها، دي ثلاث اوض زيها، ما يقعدش دي في اوضه وصاله ودي في ثلاث اوض والثانيه في فيلا ويقول انا بعدل، انا جايب لها سكن وخلاص. لا مش وخلاص. حجرات النبي، زوجات النبي لما تيجي تشوفها كانت ايه، كل حجره طولها وعرضها زي الثانيه، 4 متر في 5 متر، كل زوجه ليها حجره 4 متر في 5 متر زي بعض من حيث المساحه ومن حيث المكان، كلهم في المدينه، ومن حيث القرب للمسجد كلهم بالقرب من المسجد. مش يعني اتجوز اتنين يقعد واحده مثلا في حي شعبي والتانيه في حي راقي ويقول انا بعدل، ما ينفعش. واضح؟ يعني عشان كده التسويه لازم بالمكان، لازم يراعي، كما ان التسويه ايضا بالزمان. زي ما بيقعد عندي دي 24 ساعه يقعد عندي دي 24 ساعه. يوم بليله هنا يوم بليله هنا. واخد بالك؟ وهكذا. يبقى في تسويه بالمكان وفي التسويه بالزمان. ما يشترط ان يساوي بينهم بالجماع، مش شرط. الجماع ده حسب نشاطه بقى، دي مساله ثانيه. افرض عيان، مش مشكله، عيان عيان بس يروح يبات عندها. واضح؟ يعني لا يشترط انه طالما جامع دي يبقى جامع دي. مش شرط هي الحكايه. يعني ممكن يبيت عندها ولا يجامعها ما يضرش، لكن يبات عندها ويؤانسها، لان هي المساله القسم المؤانسه. واخد بالك؟ فإن وجد نشاطا في الجماع جامع، ما فيش نشاط مش مشكلة، لكن المهم القسم، والقسم المقصود به بالوقت وبالمكان، يعني بالزمن والمكان والنفقة، مش مقصود به كمان الميل القلبي. الميل القلبي لا يؤاخذ العبد به، ممكن يكون بيحب واحدة أكثر من الباقيين، ما يضرش، ربنا مش هيسأله، لكن يسأله لو إن حبه ده اللي في قلبه خلاه يظلم الأخرى، يقوم يسأله. عشان كده الرسول كان يقول اللهم هذا قسمي فيما املك، اللي هو المكان والزمان والنفقه، ولا تؤاخذني فيما لا املك، اللي هو القلب. واما الزمان فمن لم يكن حارسا، احنا واقفين عند هذا الحد بقى هنتكلم فيه. واما الزمان فمن لم يكن حارسا، مثلا الحارس شغله بالليل ونومه بالنهار، يبقى قسمه يبدا بالنهار. لو راجل شغله بالليل يبقى القسم بتاعه مع الزوجات يبدأ بالنهار والليل ملحق به. واخد بالك ازاي؟ بخلاف اللي شغله عادي يبقى الليل هو الأصل والنهار ملحق به. واضح؟ وأما الزمان فمن لم يكن حارسا مثلا فعماد القسم في حقه الليل والنهار تبع له. ومن كان حارسا اللي هو شغله بالليل فعماد القسم في حقه النهار والليل تبع له. ولا يدخل الزوج ليلا على غير المقسوم لها لغير حاجة. المقصود ليلا هنا المقصود تبقى ايه؟ هتبقى نهارا. ولا يدخل الزوج نهارا، ولكن هنا ولا يدخل الزوج ليه بقى؟ لغير حاجة، لان هنا بيتكلم على الحاجة، لان التابع ممكن تدخل على غير المقسوم لها في التابع لحاجة وفي الاصل لضرورة. فهمت بقى المسألة؟ في حاجة وفي ضرورة. أنا عندي القسم يوم وليلة، الليل أصل والنهار تابع عند أغلب الرجال. طب الأصل ده اللي هو الليل لا يجوز إن أنا أدخل على غير المقسوم لها ليلا إلا لضرورة. يقول لي بتولد في طلق تعبانة عيانة، أدخل بقى في ضرورة. فهمتني إزاي؟ فلئن دخل بضرورة لا شيء عليه، بحيث أنه لا يطيل بقدر الضرورة، إنما لا يدخل لحاجة. فإن دخل في لحاجة في الليل وجب عليه قضاء المدة. شفت إزاي؟ يعني يديها لها، قعد عندها ساعة يبقى هي ليها ليلة، في ليلتها يديها ساعة زيادة، لأن هو خصمها منه. شوف قد إيه بقى القسم مهم إزاي، وإلا يقابل ربه ظالم. يبعث يوم القيامة شق مائل. اللي متجوز أكتر من واحدة وما عدلش يجي يوم القيامة إيه؟ مفضوح بين الرجالة. كل الرجالة ماشيين كده وهو ماشي شق مائل. يوم يعرفوا على طول إن الراجل ده ما عدلش بين الزوجات.
علشان كده طالما هنا بيتكلم على غير المقسوم لها لغير حاجه، ما قالش ضروره، يبقى بيتكلم في الحاجه، يبقى هو لا يدخل لغير حاجه، يبقى من اجل ايه الحاجه، يبقى حقه يقول ايه النهار اللي هو تابع لليل، عشان كده كان حقه يقول ايه ولا يدخل الزوج بدل الليل، ممكن يقول في التابع بدل الليل، ما يقول في التابع عشان يبقى الليل للحارس والنهار إيه، لان يبقى ايه الليل للحارس ده التابع، مش كده برضه، والليل لغيره هو الاصل، والنهار للحارس هو الاصل، والليل بالنسبه له هو التابع. واحنا قلنا التابع ممكن يدخل لحاجه لكن ما يدخلش لدار ايه في الاصل الا لضروره، والحاجه غير الضروره، الحاجه اللي هي الحاجه الملزمه ما تقدرش تتاجل، انما الضروره يعني حاجات بسيطه، يعني مثلا مريضه هقعدها، اخبرك ايه ازيك الحمد لله كويسه وتاني طالع اشوف، او مثلا تقول لي هات لي الدواء معاك وانت جاي، اروح اديها الدواء وتاني طالع اروح للعالية الدور، فهمت ازاي؟ دي الحاجات الضروره، او جايب معايا نفقه البيت فاديها النفقه وتاني طالع، دي للحاجه، واخد بالك؟ انما الضروره حاجه تانيه، عشان كده كان حق بدل ليلا يقول في التابع، ولا يدخل الزوج في التابع على غير المقسوم لها لغير حاجه. فممكن نحط ايه ليلا دي، نخليها كده في دايره، ما تتعودش تشطب ابدا، وتكتب جنبها التابع احسن. فان كان لحاجه، هيدي لك امثله للحاجه بقى، كعياده ونحوها، يعني مريضه بتعودها بتطمئن على صحتها، او مثلا العيال بتوعها اللي هم اولادك منها برضو كانوا تعبينها بحاجه واتصلت بيك بالتليفون، عدي عليا ضروري النهارده علشان عايزه ايه مصاريف المدارس، عشان العيال مثلا عملوا مشكله وتعالى تحلها لنا، دي حاجه، حاجه التربيه للاطفال، فتعدي عليها تقضي المصلحه بتاعتك كنا انك طالع، مش تقعد بقى وتاكل وتشرب وتهيص، لا تاكل وتشرب وتهيص عند اللي عندها الاصل، اللي عندها ليلتها، لانها طبخه لك وموضبه نفسها، مش تيجي تاكل عند اللي غير مقسوم لها وبعدين تروح لها تقول لها اصل انا اكلت عند الثانيه، طب ما تكسر خاطرها، فهمتني ازاي؟ يبقى ما فيش اكل ولا شرب الا عند المقسوم لها، واضح؟ فإن كان لحاجة، في ناس متجوزين أكتر من زوجة وتلاقي يسيب التانية بالشهور الطويلة بل بالسنوات ما يسألش عنها، لا نفقة ولا حتى بالتليفون، وتفضل في عصمته، أو ده عامل كبيرة من الكبائر، ده متلبس بكبيرة من الكبائر، شوف قد إيه يقابل ربه وهو عامل كبيرة من الكبائر، وميت إيه غير تائب منها كمان، ولا يخرج منها إلا بإنها تحلله من حقها. يعني تصور انت بقى يدي رقبته لامرأة متغاظة منه، يعني يبقى رايح في داهية، فهمتني ازاي؟ ما هو غاظها سنين طويلة، ويوم ربنا يقول له شوف على فكرة انت راجل كنت كويس وكل حاجة، بس مش هدخلك الجنة الا لما دي ترضى عنك وتسامحك، تقوم تفتكرك بقى القديم والجديد ساعتها، وتاخد من حسناتك وتاخد من حسناتك وتاخد من حسناتك لحد ما كنت انت داخل الجنة تلاقي نفسك فرملت هتعدي على النار بسبب ايه؟ المشكلة. فربنا ينجينا يعني. فإن كان لغير حاجة، فإن كان لحاجة كعيادة ونحوها لم يمنع من الدخول، وحينئذ إن طال مكسه، يعني لو دخل في لحاجة وطال مكسه، طول شوية، كانت الحاجة دي تتقضي في نص ساعة، قعد ساعتين، قضى من نوبة المدخول عليها مثل مكسه، يبقى هو التانية ليها في حقه ساعة ونص زيادة، لأنه كانت الحكاية تتقلب في نص ساعة، هو أضاف ساعتين. فهمت؟ إن طال مكسه قضى من نوبة المدخول عليها مثل مكسه، فإن جامع، طب افرض جامعها كمان. ما هي مراته، ما يعملش حرام. الجماع نفسه مش حرام، لكن الحرام إنه إيه؟ إنه قضى وقت، وقت الجماع ولا حرام. فهمت بقى إزاي؟ فيبقى آثم عشان الوقت اللي أداه، وده مش وقتها، ده وقت التاني. فإن جامع قضى زمن الجماع لا نفس الجماع، واضح؟ فإن جامع قضى وقت الجماع لا نفس الجماع، يعني مش شرط إنه ياخد الجماع لازم يجامع التانية، لا، ده
لكن يجي يحسب جامع قعد قد ايه ويقضي هذا الوقت، ان كان اطول من اللازم، فان كان اقل من اللازم يبقى معلوش قضاء حتى وقت. الا ان يقصر زمنه فلا يقضيه، فلو قصر زمن الجماع مش مهم يقضيه لانه داخل في ايه؟ في المدة المعتادة عرفا بانه بيقضي حاجتها ولم يطول. واذا اراد من في عصمته زوجات السفر اقرع بينهن، عايز يسافر يقضي مصلحة يقعد فيها اسبوع ولا شهر بره، عايز ياخد واحدة من زوجاته ما يختارهاش هو، لان التانيين الكسر خطر. الا ان هو هم يتنازلوا الواحدة خلاص، يتنازلوا واحدة سهلة، لكن لا كل واحدة نفسها هي اللي تسافر مع جوزها، يقوم يعمل عشان يقوم يعمل قرعة كما كان يفعل النبي، كان يقرع بين زوجاته اذا اراد السفر. اقرع بينهن وخرج اي سافر بالتي تخرج لها القرعة، ولا يقضي الزوج المسافر للمتخلفات مدة سفره ذهابا. طب ومدة السفر دي ذهابا وعودة ومكسا طالما اقل من 20 وقت ما يقضيهاش للتانيين لما يرجع، ليه؟ لان اللي سافرت تعبت في السفر، استفادت بالاقامة مع زوجها مدة طويلة بس برضو دفعت ثمنها تعب في السفر، والتانيين خسروا القسم صحيح لكن استفادوا برفاهة الإقامة ما تعبوش بالسفر، فدي مقابل دي، واضح؟ فيبقى ما يقضيش. فهمت المسألة؟ لكن افرض سافر وقعد في البلد اللي هيسافر فيها مدة أكثر من 20 وقت يعني إقامة، يبقى عليه أن يقضي مدة الإقامة، يقضيها للتانيين مش مدة السفر ذهابا ولا عودة لكن مدة الإقامة. فهمت بقى المسألة؟ يعني اللي بيتجوز أكتر من واحدة لازم يبقى ماشي بعداد. آه والله، وإلا هيقابل ربه غضبان عليه. فمسؤولية. فمسؤولية كبيرة، في ناس كتير متصورة إن الزواج من أكتر من واحدة ده يعني رفاهة كده بيدلع أو بيغيظ ديبدي. آه خليك بقى تغيظ ديبدي في الدنيا وهم هيغيظوك في الآخرة إن شاء الله. فدي مسألة مش مهم. ربنا بيقول ولا تتخذوا آيات الله هزوا. الكلام على الطلاق، يعني ربنا جعل الزوجات آيات الله، والآية اللي بنقولها في كل عقد زواج ومن آياته أن خلق لكم إيه من أنفسكم أزواج، يعني الأزواج دي آية من آيات الله. فهمت إزاي؟ واللي يتخذ آيات الله هزوا يبقى إيه؟ يبقى ظالم، وقد يكون مجرم، وقد يؤدي إلى الكفر وسوء الخاتمة. فهمت؟ فإنه يتخذ الزوجات هزوا ويغيظ دي بادي ويظلم دي ويعامل دي بطريقة سيئة وبتاع كل ده، أو يحتقر دي ويعظم دي أو يحترم دي ويهزأ دي زي ما بيحصل في العادي، لدرجة إن سوء استخدام تعدد الزوجات من الرجال جعل الزوجات يكرهوا الشرع الشريف. فسبب كراهيتهم للشرع الشريف إيه؟ سوء استخدام هذا الحق. عارف الرجالة لو استخدموه بطريقة كويسة كانوا الزوجات ما يتضايقوش، ما تتجوز، ما يجراش حاجة، لانها عارفه ان هي حقها مش هيضيع وانك انت هتعملها المعامله حلوه وكل حاجه. لكن لانها عارفه هتجيلها واحده ثانيه تبقى ضره وتضايقها وتغيظها وده يغيظها بيها ودي وتتنحر، فتقول لا ليه الدين عمل كده؟ ليه الدين خلى الرجاله يتجوزوا وتعترض على الشرع الشريف؟ فاصبحت فتنه للذين امنوا. اصبح الرجال فتنه للذين امنوا. الستات دول مش امنوا؟ واصبحت انت باستخدامك لهذا الحق بطريقه خطا يعترض على حقك في الشرع الشريف ان تتزوج اكثر من واحد. يقول لك الشرع اصله ذكوري ماشي مع الرجاله. اباح لهم يعملوا يعملوا واحنا غلابه ما نعملش حاجه. مين قال لك؟ الشرع لما ادى للرجل هذا الحق قيده بقيود شديده. لكن ما عرفوش الرجاله القيود الشديده دي. فاستخدموا الحق بغير هذه القيود فاساءوا للشرع الشريف. فطلعت بقى الصحفيات والستات المفكرات ومش عارف ايه يعملوا رابطة النساء اللي هم عايزين يمنعوا تعدد الزوجات ويمنعوا الطلاق ويمنعوا ويمرمطوا الرجالة على البيوت وعلى المحاكم. كل ده ليه؟ بسبب ان الرجالة اساءوا معاملة الزوجات واتخذوا ايات الله هزوا. فالرجل له يد فيما يحدث من محاولات انكار الشرع الشريف المتعلق بالزواج والطلاق، له يد بسبب سوء استخدام هذا الحق. هل في حد فكر يتجوز على مراته قعد يقرا باب القسم عشان يعرف؟ ما حصلش خالص.
فده ما يصحش. قبل ما تتزوج تعرف ايه احكام النكاح، قبل ما تطلق تعرف احكام الطلاق، قبل ما تتزوج على زوجتك تعرف احكام تعدد الزوجات وايه الواجبات اللي هتبقى عليها، قبل ما تروح تحج تعرف احكام الحج، قبل ما تصلي تعرف ازاي تصلي، قبل ما تزكي تعرف باب الزكاه، وهكذا. المفروض كده كان الصحابه كده وكل العقلاء على مر العصور كده، قبل ما يقدم على امر يدرس الامر ده. لكن الوقت يقدم على الامر ويهجم عليه ومش عارف، مش عارف ايه احكام المترتبه على هذا الامر، فينبني عليه ايه؟ ضياع الحقوق في الدنيا وغضب الله في الاخره. فهنا بيقول لك ايه؟ فان وصل مقصده وصار مقيما بان نوى اقامه مؤثره. اقامه مؤثره يعني 20 وقت، يعني مؤثره يعني ايه؟ يعني تزيل عنه صفه المسافر، تصير مقيم. أول سفره إقامة مؤثرة، أول سفره أو عند وصول مقصده أو قبل وصوله قضى مدة الإقامة إن ساكن المصحوب معه في السفر. مدة الإقامة لو كان قاعدة معاه، زي ما اديت لك أنا مثال المرة اللي فاتت، أنت ما بتسافر الحج مع مراتك، افرض أنت متجوز ثلاثة مثلا لا سمح الله يعني، وبعدين حجيت خدت واحدة منهم، هتحج معاك هتقعدوا ثلاث اسابيع هناك، لكن انت ما سكنتهاش هناك، ده هما بياخدوا الستات يقعدون في حته ورجالك في حته، يبقى انت لم تساكنها، يبقى ما عندكش انت قضاء مده مع الزوجات لما ترجع، ليه؟ لانك لم تساكنها. انما لو في السفر ده اقمتوا انتوا مع بعض في حجره واحده في الفندق يبقى سكنتها. فهمت بقى ازاي؟ يبقى ساعتها تقضي لما ترجع. واضح؟ إن ساكن المصحوب معه في السفر كما قاله الماوردي وإلا لم يقضي. أما مدة الرجوع فلا يجب على الزوج قضاءها بعد إقامته. مدة الرجوع يعني إيه؟ لحد ما يوصل بلده. كانت بتستغرق أيام وأسابيع زمان بسرعة القوافل، لكن دلوقتي ما بقتش تحتاج يعني مدة طويلة. وإذا تزوج الزوج جديدة خصها حتما ولو كانت أمة وكان عند الزوج غير الجديدة وهو يبيت عندها بسبع ليال متوالية إن كانت تلك الجديدة بكرا، ولا يقضي للباقيات، وخصها بثلاث متوالية إن كانت تلك الجديدة ثيبا. يعني ما يتزوج بكرا على زوجاته، البكر دي في أول الدخول لها سبع ليال، كويس؟ مش محسوبين من القسم. بعد ما خلص سبع ليالي معاه يبتدي يدور على الزوجات. واضح؟ طب لو كانت سيد ليها ثلاث ليالي ويبتدي يدور. فلو فرق الليالي بنومه ليلة عند الجديدة وليلة في مسجد مثلا يعني، لم يحسب ذلك بل يوفي الجديدة حقها متواليا ويقضي ما فرقه للباقيات. وبعد كده هنخش على احكام النشوز، فنشوف كده كلام الشيخ البيجوري في الجزء اللي احنا قرأناه. بيقول قوله: واما الزمان فمن لم يكن حارسا الى اخره، حاصله ان من كان عمله نهارا فالاصل في حقه الليل لانه وقت السكون، والنهار قبله او بعده تبع لانه وقت المعاش، وهذا هو الغالب. قال تعالى: والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، أي مبصرا فيه. ومن كان عمله ليلا كحارس فالأصل في حقه النهار لأنه وقت سكونه، والليل تبع لأنه وقت معاشه. ومن عمله فيهما فالأصل في حقه وقت راحته ووقت شغله تبع. يعني واحد بيشتغل، اتفضل، بيشتغل 8 ساعات في الليل و8 ساعات في النهار، يبقى وقت راحته هي الاصل، وقت شغله هو يتبع. ولو كان يعمل تارة ليلا وتارة نهارا لم يجز له ان يجعل لواحدة ليلة تابعة ونهارا متبوعا ولاخرى عكسه، والاصل في حق المسافر وقت نزوله، والتابع في حقه وقت سيره، إلا أن يكون وقت سيره هو وقت خلوته ووقت نزوله ووقت اجتماعه بالمسافرين فينعكس في حقه الحال.
قول فعماد القسم أي أصله ومقصوده الليل، أي لأنه وقت سكونه كما علم مما مر، والنهار أي قبله أو بعده كما مر تبع له، أي لأنه وقت معاشه كما تقدم. يعني ليه النهار تبع سواء سبق الليلة أو بعدها؟ لأن ممكن يعمل الدخلة بالنهار، فلو عمل الدخلة بالنهار بقى النهار سبق الليل، ممكن يعمل دخلته بالليل، يبقى النهار جاء بعد الأصل. فهمتني ازاي؟ فعلى حسب هو بدأ الدخول نهارا ولا بدأ الدخول ليلا. فلو بدأ الدخول ليلا يجي النهار تبع له بعده، ولو بدأ الدخول نهارا يبقى يأتي الليل تبع نهار التابع قبله. فهمت بقى المسألة؟ فقد يكون التابع قبل الليل وقد يكون بعد الليل. وقوله تبع له أي لأنه وقت معاشه كما تقدم. وقوله ومن كان حارسا أي مثلا أخذا مما قبله. وقوله فعماد القسم أي أصله ومقصوده النهار أي لأنه وقت سكونه، والليل تبع أي لأنه وقت شغله كما مر. ولا يدخل الزوج أي ولا يجوز أن يدخل، فيأثم من تعدى بالدخول لغير حاجة وغير ضرورة سواء كان في الأصل أو في التابع، ولا يقضيه إن لم يطل مكثه، ولا تجب التسوية في أزمنة الدخول في التابع وإنما تجب في الأصل. يبقى التسوية في أزمنة الدخول في التابع مش شرط. يعني أنا دخلت لها في التابع الساعة 2 الظهر، فهقضي للتانية، مش شرط أقضي لها برضو 2 الظهر، ممكن 4 العصر أديها ساعة 4 العصر بدلها. فهمت إزاي؟ لكن في الأصل لا، ده التسوية حتى في الزمن. يعني دخلت لها الساعة 12 بالليل دي مش في ليلتها، يبقى لازم أعوضها دي الساعة 12 بالليل كلها. فهمت بقى المسألة؟ يبقى في فرق بين الأصل والتبع في الأحكام. كما أنه لا يجوز الدخول عليها في الأصل إلا لضرورة، والتابع يجوز الدخول لها في التابع لحاجة، والحاجة أخف من الضرورة. فهمت المسألة؟ عشان كده بتختلف الأصل من التابع. وإنما تجب في الأصل فيجب ترك الخروج فيه لنحو صلاة الجماعة في الكل أو الخروج في الكل، فلا يخرج في نوبة بعضهن ويتركه في نوبة بعضهن. حتى صلاة الجماعة، حتى صلاة الجمعة ما يبقاش فلانة على الدور بتاعها يوم جمعة أو ما أنا أروح أصلي الجمعة، والتانية بقى ليلتها نهارها الجمعة أروح ما أصليش الجمعة وأصلي معاها دور. لا، طالما أنا بخرج للجمعة عند الكل خلاص، لكن ما بخرجش عند البعض وبخرج عند البعض، يبقى ما اخرجش عند الكل الا باذن الكل. حتى الصلوات، شوف في اكتر من الصلاه، يبقى نهاره عند دي مثلا يقول لي انا بحب اصلي كل الصلوات في الجماعه في الجامع، فطول النهار داخل طالع بقى بيصلي، بقى بيصلي يستريح منها شويه ياخد نفسه، واخد بالك؟ لكن الثانيه مريحاه اليوم اللي يروح لها الثانيه يقول لي احنا هنصلي جماعه هنا، ويقعد بقى معاه. كده ظالم، كده بقى ظالم، مع ان ده بيصلي وده بيصلي بس ظالم. شفت المساله صعبه ازاي؟ عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مرض وفاته، شوف النبي في مرض وفاته كان يقول لي اين انا غدا، ويمسكوه يسندوه ويتهادى ويروح حجره اللي عليها الدور، واخد بالك؟ وبعدين يوصل عند دي اين انا غدا، يقولوا يتهادى، فاضل كده لحد ما هم لاحظوا الزوجات، وكان يسال متى يوم عائشه، لان ستنا عائشه كانت ما عندهاش اولاد وسنها صغير، فكانت بترعى النبي في مرضه احسن من غيره. التانيين اللي كبار في السن واللي عندهم اولاد فمشغولين شويه، فكان النبي بقى في مرض وعايز واحده اعداله بقى، فكان كل يوم يقول اين متى عائشه، متى يوم عائشه. هم فهموا الامهات المؤمنين الحكايه فتنازلوا عن ايامهم كلها لعائشه، فمات في بيت عائشة صلى الله عليه وسلم. لكن شوف النبي في مرض وفاته حتى وهو الايه اللي هو لو ما قسمش واختار كانوا هيسامحوه اصلا، ده امهات مؤمنين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لحد اخر لحظة كان يراعي هذا الامر. فناخد بالنا ولنا في رسول الله اسوة حسنة. فيجب ترك الخروج فيه لنحو صلاة الجماعة في الكل
او الخروج في الكل، يا اما بيترك الجماعه ويصليها في بيته مع احدى الزوجات يبقى يصليها مع كل الزوجات في بيتهم ما يخرجش طالما بيعمل كده مع واحده، يا اما يخرج للجماعه في الكل يبقى في تساوي زي ما النبي كان بيخرج للجماعه في الكل. واخد بالك؟ فلا يخرج في نوبة بعضهن ويتركه في نوبة بعضهن، ما ينفعش. قوله ليلا صوابه نهارا كما عبر به الشيخ الخطيب، يعني الشيخ الخطيب صلح كلمة ليلا هنا خلاها نهارا، لأن الدخول في الأصل لا يجوز للحاجة وإنما يجوز للضرورة كمرض مخوف. الضرورة بيقولوا لها بتطلع في الروح عايزة تشوفك قبل ما تموت توصي، يدخل بقى دي ضرورة، فهمت؟ حتى لو خبطوا عليه بالليل 12 بالليل يروح بقى لزوجته اللي بتطلع في الروح دي، يمكن عايزه توصيه بحاجه لان دي ضروره. انما يقولوا دي عندها مغص عايزاك تقول لها طب تشرب كوبايه نعناع وهعدي عليها بكره. خدت بالك ازاي؟ وخلاص الحكايه سهله. وانما يجوز للضروره كمرض مخوف، يعني مرض يخوف يعني قد يكون فيه نهايتها يعني. وشد الطلق، لان كان زمان 40% من الستات تموت في الولاده. شوف قد ايه كان زمان كده، من حوالي مثلا 150 سنه. كان من 100 ست بتولد 40 يموتوا و60 يعيشوا. لكن بعد ما بقى في بقى شغل النساء وتوليد كويس وبقى في تخدير وبقى في عمليات قيصريه، فما بقاش حكايه الست اللي تموت في اثناء الولاده دي بقت قضيه يحققوا مع الدكتور ازاي تموت منك. يعني اصبح الموت في الولاده ده شيء هو النادر. لكن كان زمان الموت في الولاده ده عادي، 40% من الستات يموتوا في الولاده. ويموتوا ياخدوا اجر شهيد. يعني اللي بتموت في الطلقه او تموت اثناء الولاده او في النفاس اجر شهيد. فكانوا النساء زمان شهداء كتير قوي، دلوقتي النساء والتوليد منعهم مقام الشهاده. واخد بالك ازاي؟ حافظ عليهم بقى. فبقوا يعدوا. عشان كده يقول لك اللي خدها الطلق يبقى ده مرض مخوف. ليه؟ لأن أيام الشيخ البيجوري اللي بتولد دي يعني بينها وبين الموت لحظات، في أي لحظة ممكن تموت. فهمت بقى؟ فيبقى ده يعتبر الطلق مرض مخوف. دلوقتي إيه يعني بتولد؟ يعني ولادة طبيعية خلاص ودوها المستشفى عدي عليها بكرة. ليه بقى؟ لأن ما بقاش مرض مخوف. يبقى إيه؟ كلام الشيخ الطلق ما ينفعش دلوقتي. ينفع أيام. واخد بالك إزاي؟ لأنه ما بقاش زي المرض المخوف زمان. يبقى لازم تراعي تغير، لان الفقيه لازم يكون عليم بزمانه ويحط الاحكام مطابقه لزمانه. خدت بالك؟ دي نقطه مهمه. وخوف نهب او حريق، برضه في حته قاعده في حته مقطوعه وما فيش امن والثوره قامت وما بقاش في شرطه وقلقانه، يبقى ساعتها وبتطلبك خايفه تقوم تروح تاخدها تقعدها في حته امنه، مش تسيبها على ما تروح تاني يوم تلاقي الناس طلعوا نطوا على البيت وقتلوها وسرقوا اللي في البيت. ما ينفعش، خدت بالك؟ وخوف نهب او حريق. ويجوز الدخول في التابع بقى للحاجه. يبقى في الاصل ده الضروره بس. انما التابع يجوز انك انت تدخل للحاجه ولا يتوقف على الضروره الا اللهم الا ان يحمل كلامه على من في حقه النهار اصل والتابع والليل تابع كالحارس. وإن كان خلاف الغالب، والأولى أن يقول التابع، علشان كده إحنا حطينا ليلا حطينا التابع مكانه. لأن الشيخ البيجوري كان الأولى يقول لك إيه؟ التابع مكان ليلا. ليشمل الصورتين، والحاصل أن الدخول في الأصل لا يجوز لغير الضرورة، وفي التابع لا يجوز لغير الحاجة، ولا يقضي قدر زمن الضرورة إن قصر عرفا. طب دخل عليها لضرورة. معلوش يقضي هذا الوقت لانه لضروره، ان قصر عرفا. ان الوقت ده قصر عرفا، متروك للعرف يعني. فان طال في ذاته بان كان العمل الذي تقتضيه الضروره ياخذ زمنا طويلا عاده، او اطاله بان كان لا يقتضي ذلك لكن تأنى الزوج وتمهل قصدا، قضى كل الزمن، مش قضى الزياده. في الاصل يقضي كل الزمن. لكن في التابع يقضي الزيادة. فهمت بقى المسألة؟ خد بالك من الفروقات دي لأنها مهمة.
وهذا في الأصل. وأما التابع فإن طال في ذاته فلا قضاء، وإن أطاله قضى الزائد فقط، ما قضاش الكل بقى، خدت بالك المسألة؟ وقد نظم بعضهم ذلك بقوله، بيعملوها بقى إيه أبيات شعرية كده عشان الناس تحفظ الأحكام يعني، للزوج أن يدخل للضرورة لضرة ليست بذات النوبة في الأصل مع قضاء كل الزمن، إن طال أو أطاله فأتقن، وإن يكن في تابع لحاجة وقد أطال وقت تلك الحاجة قضى الذي زاد فقط، ولا يجب قضاؤه في الطول، هذا من تخب. وإن يكن دخوله لا لغرض، يعني لا لضرورة ولا لحاجة، لا لغرض، عصى ويقضي لا جماعا إن عرض، يقضي الزمان ولا يقضي الجماع إن عرض، لا يشيل الاسم. ولو سمحت الزوجات خلاص ما فيش اسم، افرض زوجات مسامحينك مقدرين ظروفك انها كانت مريضة وانت قعدت معاها، فهمتني ازاي؟ يبقى خلاص. لكن هم لو ايه قاعدين ناظرين لبعض يبقى لازم ترديهم. قوله لغير حاجة، قد عرفت ان ذلك في التابع لا في الاصل، لانه لا يجوز الدخول فيه لغير ضرورة. وقوله فان كان لحاجة كعيادة، اي بان كانت مريضة فدخل لعيادتها ونحوها، اي كوضع متاع واخذه وتسليم نفقة وتفرقة خبز ونحو ذلك، لم يمنع من الدخول، اي لعدم تحريمه حينئذ، وله الاستمتاع بعد دخوله للحاجة بغير الجماع، يعني ممكن ايه يقبلها يطبطب عليها في المرور العادي، ما هي امرأة، خدت بالك ازاي؟ طالما في وقت الدخول ما بيطولوش يعني. لحديث عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا جميعا فيبنو من كل امرأة من غير مسيس، يعني من غير جماع، حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها، وحينئذ أي حينئذ كان دخوله لحاجة إن طال مكسه قضى، أي الذي تقدم في النظم أنه لا يقضي في الطول، بخلاف ما إذا أطاله فهو فوق الحاجة، فيحمل كلام الشارح على ما إذا أطاله لأن كلامه في التابع، لكن يعكر على ذلك قول مثل مكسه، لأنه إنما يقضي في التابع الزائد فقط، ومحل وجوب القضاء ما لم تمت التي دخل عليه، التي دخل عندها من نوبة الأخرى. طب افرض دخل على الست دي وطال وماتت، خلاص ما هي ما بقاش ليها نوبة، فهتتقسم على الباقي، إما معلوش قضاء، واخد بالك؟ وإلا فلا قضاء لخلوص الحق للباقيات، ولو فارق المظلومة قبل القضاء لها لم يسقط حقها. لو فارق، لو افرض طلق واحدة مظلومة لها ساعات عنده، طلقها، يقول لك عشان يبرر ذمته لازم يردها بعقد جديد ويديها ساعتها ويطلقها تاني عشان ما يبقاش ظالم. شفت قد ايه بقى المسألة؟ ولو فارق المظلومة قبل القضاء لها لم يسقط حقها، فيجب عليه أن يعيدها ولو بعقد جديد إن أمكن ليقضيه لها، فإن تعذرت إعادتها بأن كانت مطلقة ثلاثا تعذر القضاء وبقي الإثم، فعليه يروح يستحلها ولا سامحيني، خدت بالك؟ فإن جامع قضى زمن الجماع، أي إن طال أخذا من الاستثناء بعده، أعني قوله إلا أن يقصر زمنه فلا يقضيه، ويعصى بالجماع وإن قصر الزمن وكان لضرورة وتحريم الوطء، لا لذاته لأنها زوجته مش زنا يعني، لا لذاته بل لإيقاع المعصية به، وهو صرف الزمن لغيرها لغير صاحبته، فتحريم الجماع لا لذاته بل لأمر خارج عنه، لأنه استخدم زمن الأخرى في جماع هذه، فهمتني إزاي؟ وده ما يصحش، كأنه خد ما تملكه الأخرى بغير إذنها واستخدمه لحقه. قول وإذا أراد من في عصمته زوجات إلى آخره، خرج بالزوجات الإماء، فله أن يخرج بواحدة منهن ولو بغير قرعة، يعني هو عنده إماء ملك يمين كتير ممكن يأخذ أي واحدة يختارها، لأن الأمة غير الزوج، واخد بالك؟ لكن لو زوجات يبقى لازم يقرع بينهن ولو بغير قرعة. السفر أي المباح سواء كان طويلا أو قصيرا، فخرج سفر المعصية فليس له أن يخرج بواحدة منهن ولو بقرعة. مسافر سفر معصية
مسافر بالرغم ان ابوه وامه بيقولوا له ما تسافرش، يبقى عاصي لابيه وامه، يبقى اسمه سفر معصيه. مسافر علشان يؤذي انسان بغير حق، سفر معصيه. واخد بالك؟ مسافر علشان يتاجر في المخدرات، ده سفر معصيه. يبقى ساعتها ما ياخدش واحده معاه، ولو خد واحده يجب عليه ان يطيعه الواحده دي ويأثم هو بأخذها، لان هي واجب عليها ان تطيع زوجها، وهو يأثم انه اخذها لتعينه على المعصيه وهي لا اثم عليه. واضح؟ فهمت المساله دي؟ تفريق الاحكام، اسمها مساله تفريق الاحكام. يبقى حرام عليه ومش حرام عليه، واضح المساله؟ بيسموها تفريق الاحكام. فليس له ان يخرج بواحده منهن ولو بقرعه، ده في سفر المعصيه. فان سافر بها لزمه القضاء للمتخلف. طب افرض سافر بها في سفر معصيه، يلزمه القضاء للمتخلفات العادي، واخد بالك؟ الايام دي. ومع ذلك يجب على التي طلبها للخروج معه طاعته، والزوجه يجب طاعته ولو عاصيا بسفره، لانه لم يدعها للمعصيه ذاته بل لاستيفاء حقه منها وهي مؤنث. واضح؟ والكلام في سفر غير النقله، يعني لو كان سفر وهيرجع، لكن هيسافر هيتنقل بلد ثانيه، هيعيش في بلد ثانيه، دي حاجه ثانيه بقى. سفر النقله دي شغلانه ثانيه. اما سفر النقله ولو قصيرا فليس له ان يستصحب بعضهن دون بعض، هيتنقل ياخدهم كلهم معاه. قالوا نقل، شغله كان في القاهرة بقى شغله في أسوان، هو متجوز أربعة، ياخد الأربعة معاه رجليهم على رجله، واخد بالك؟ ما ياخدش بقى واحدة ويقعدها في أسوان ويشتغل هناك شهر اثنين ودول قاعدين هنا في القاهرة ويقول لهم هبعت لكم الفلوس في البوسطة. المسألة مش فلوس وبس، لازم الرعاية. فهمتني بقى المسألة؟ أما سفر النقل ولو قصيرا فليس له أن يستصحب بعضهن دون بعض ولو بقرعة بغير رضاهن. طب افرض هم موافقين، قالوا له خلاص احنا مش هنروح أسوان، خد أنت فلانة دي اللي موافقة، احنا قاعدين هنا مبسوطين، خلاص مش مشكلة، هم مبسوطين كده. فهمتني بقى المسألة؟ ولا يخلفهن كلهن حذرا من الإضرار بهن لما في ذلك من قطع أطماعهن من الوقاع فأشبه الإيلاء، بخلاف ما لو امتنع من الدخول عندهن وهو حاضر، لأنه لا تنقطع أطماعهن من الوقاع وإن كان ليوقعهن بالفعل، لأنه حقه وله أن ينقلهن كلهن أو يطلقهن كلهن أو يطلق بعضا وينقل بعضا. فإن سافر ببعضهن ولو بقرعة قضى للباقيات، ولو نقل بعضهن بنفسه وبعضهن بوكيله المحرم، يعني ليه وكيل والوكيل ده محرم، يعني اخو زوجه من الزوجات اللي هينقلها، او النسوه الثقات، او نقلهم عن طريق نسوه ثقات، قضى لمن مع الوكيل لانه صدق عليه انه صاحب بعضهن دون بعض، لان اللي نقلها بنفسه كانه اكرمها عن اللي نقلها بغيره. فهمت ازاي؟ فيبقى الثانيه ليها حق. قول اقرع بينهن اي وجوبا عند تنازعهن، فإن سافر بواحدة من غير قرعة عصى وقضى للباقيات، فإن رضينا بسفره بواحدة جاز بلا قرعة، يعني هما من الأول اتنازلوا قالوا له سافر مع فلان، احنا متنازلين، خلاص مش عايزة قرعة. لكن لو سافر بواحدة من غير قرعة هو اللي اختارها، يبقى يقضي لهن لما يرجع. واضح؟ ولا قضاء للباقيات في حالة رضاهم يعني، ولهن الرجوع قبل سفرها. هم تنزلوا قالوا له سافر بفلانة، وبعدين أعد المشنط وخلاص وهينزلوا، وهم نازلين على السلم قالوا له احنا رجعنا في كلام، لا ما تسافرش بيه عشان هي غزتهم مثلا في حاجة. والستات كده بقى، ما هو هيجننوه، يروح طالع من السلم تاني ويعمل قرعة. شوف قد ايه بقى، يطلع من السلم تاني لان هما ايه رجعوا في كلامهم، ها ويفك الشنط مش مشكله ويعمل قرعه، يبقى لهن الرجوع طالما لسه ما خرجش من حدود المدينه. وبعض العلماء قال لك حدود مسافه القصر،
لو قلنا الرجوع حتى عند مسافه القصر، يعني قبل 80 كيلو اتصلوا بيه ربنا قالوا احنا رجعنا في كلامنا، ارجع تعال اعمل ورقه، هيخيلوه هيجننوه. فاهم؟ ولا قضاء فإن رضينا بسفره بواحدة جاز بلا قرعة ولا قضاء للباقيات لهن ولهن الرجوع قبل سفرها وكذا بعده قبل مسافة القصر. كذا قال المحشي اللي هو البرماوي قبل مسافة القصر، يعني رجعوه من بنها، رجعوه من أقل من 80 كيلو. شوف قد إيه، ده كلام البرماوي. والمعتمد أنه متى شرع في السفر كأن جاوز السور، يعني وصل لمحطة الرسوم ما لهمش يرجعوا. خدت بالك؟ محطة الرسوم اللي هي حدود المدينة المقيم فيها، يعني خلص. والمعتمد أنه متى شرع في السفر كأن جاوز السور ولو بخطوة فليس لهن الرجوع. قول وخرج بالتي تخرج لها القرعة لما روى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وإذا خرجت القرعة لصاحبة النوبة لا تدخل نوبتها في مدة السفر. هي كان على اليوم ده بتاعها وهو هيسافر اليوم ده وطلع القرعة عليها، يبقى ليها اليوم ده لما يرجع. فهمت بقى المسألة؟ لما يرجع اليوم بتاعها، لأن هم خدوا أيامهم خلصوها، هي يومها ضاع منها في السفر فيفضل في رقبته. فهمت بقى؟ مسكين اللي متزوج أكتر من واحدة. لرضاهم خلاص. لا لا يقضى برضه اليوم. يوم يقضى عليه. لا تدخل نوبتها في مدة السفر بل إذا رجع وفى لها نوبتها، وفى أو وفى تنفردني، وليس له الخروج بغير من خرجت لها القرعة. طب افرض طلعت القرعة على واحدة بتنكد عليه عشته، لهم يقول لك أنا مش هاخد ولا واحدة فيكم، ليه بقى هنا؟ ويبقى هنا عدل بينهم كلهم. خدت بالك؟ افرض القرعة طلعت في إيه؟ لوحدة هو ما بيستريحش معاها في السفر، مجربها قبل كده. فاهم؟ فلو في الحالة دي بقى يقول لك خلاص يا جماعة اقعدوا كلكم سلام عليكم انا هسافر لوحدي، يبقى ساعتها له ان يفعل ذلك لكن وليس له ان يأخذ غيرها. واضح؟ ولا يقضي الزوج المسافر للمتخلفات، والمعنى فيه ان التي سافر بها وان فازت بصحبته قد لحقها من تعب السفر ومشاقه ما يقابل ذلك، والمتخلفات وان فاتهن حظهن من الزوج فقد ترفهن بالإقامة والراحة فتقابل الأمران فاستويا. واضح الكلام ده احنا قلناه في الشرح. قول مدة سفري ذهابا أي وإيابا كما سيذكره بعد. قول فإن وصل مقصده، يعني لو وصل إلى مقصده، هذا مقابل لقول مدة سفري وقول بأن نوى إقامة مؤثرة أي قاطعة للسفر، وهي إقامة 4 أيام صحاح. احنا نقول ينقطع حد السفر عن المسافر لو اراد الاقامة مدة يصلي فيها 20 وقت، يبقى 20 وقت حد الاقامة اللي 4 ايام صحاح. ما اليوم فيه 5 فرائض، 5 × 4 = 20. فاهم؟ لو هيقعد 19 وقت يبقى لسه مسافر، هيقعد 20 وقت فما زال بقى مقيم. واضح؟ يبقى انت ممكن تجمع الصلاة وتقصرها طالما هتقعد في مكان اقل من 20 وقت. هتقعد في المكان ده 20 وقت يبقى بمجرد وصولك تتم وتصلي كل صلاة في وقتها، مفيش جاب. يعني انا هسافر اسكندرية هقعد 5 ايام، يبقى اقصر في السفر في الطريق واجمع، لكن اول ما اوصل اسكندرية اتم بقى خلاص واصلي عادي، لان انا هقعد هنا 5 ايام. طب انا هقعد في اسكندرية 3 ايام، يبقى اقصر واجمع في الطريق وكمان لما اوصل هناك، لان 3 ايام في 5 15 وقت اقل من الايه؟ من ال 20، يبقى اسمي مسافر وانا هناك برضه. واضح؟ يبقى هنا بيقول لك ايه؟ وقوله بان نوى اقامه مؤثره
أي قاطعة للسفر وهي إقامة 4 أيام صحاح غير يومي الدخول والخروج. قول قضى مدة الإقامة أي لخروجه عن حكم السفر. وقول إن ساكن أي في الإقامة. وقول في السفر من قوله المصحوبة معه في السفر، متعلق بالمصحوبة لا بساك. افرض هو مسافر اسكندرية وزوجته دي أهلها في كفر الدوار، وهو حيب في اسكندرية 5 أيام فخدها معاه، قالت له أنا هقعد عند أهلي في كفر الدوار وأنت راجع يبقى عندي عليا نروح سوا. يبقى ما سكنهاش، لم يسكنها، يبقى معلوش قضاء لما يرجع للتنين. واضح؟ فهمت؟ لكن لو خدها معاه وقعدوا مع بعض يبقى هنا سكنها. فقوله في السفر من قوله المصحوبة معه في السفر متعلق بالمصحوبة لا بساكنة، لأن مساكنتها في الإقامة لا في السفر كما علمت. قوله وإلا، وإن لم يساكن المصحوبة بأن اعتزلها مدة الإقامة لم يقضي أي مدة الإقامة التي لم يساكنها فيها. أما مدة الرجوع فلا يجب على الزوج، أي كما لا يجب قضاء مدة الذهاب، واعلم أنه يجوز لإحدى الزوجات أن تهب حقها من القسم لغيرها، لكن لا يلزم الزوج الرضا بها لأنها لا تملك إسقاط حقه من الاستمتاع بها. يعني ممكن إحدى الزوجات تتنازل عن يومها لغيرها، ممكن، لكن مش واجب على الزوج يقبل. واضح؟ ليه؟ لأن التانية زوجته، هو مش قابل، هو عايز يحتفظ بالليلة اللي بيروح لها، يبقى هي عايزة تستريح منه وهو مش عايز يريحها، له ذلك. واخد بالك؟ لأنه حقه عليا كزوج إن هو يعدي عليها برضه. فهمت المسألة؟ يبقى مش مجرد تنازل الزوجة معناه إن يجب للزوج إن يقبل تنازلها، لا. فدي نقطة مهمة برضه. لكن لا يلزم الزوج الرضا بها لأنها لا تملك إسقاط حقه، لأنها لا تملك هي إسقاط حقه من الاستمتاع بها. فإن رضي بالهبة ووهبته لمعينة منهن بات عند الموهوبة لها ليلتيهما. افرض بقى هو رضي، يوم يبات عند الموهوبة، مش ليلتين بقى، لا، يبات عند ليلة الموهوبة وعند ليلة الواهبة لما يجي وقتها. يعني افرض ليلة الواهبة كانت بتيجي بعد ليلة الايه الموهوبة بثلاث ليالي، يبقى ما يباخدهمش ورا بعض. واضح؟ يعني يبات عند كل واحدة في ليلة، في ليلتها. فلو وهبت لها، يعني هو بيبات عند دي السبت ويبات عند دي التلات، فبتاعت التلات تنزل في بتاعت السبت، ما يقعدش عند بتاعت السبت السبت والحد. فاهم؟ يقعد عندها السبت والتلات. واضح؟ ولا يجوز له تقديم ليلة الواهبة إلى ليلة الموهوبة لها، ويجوز له تأخيرها. لكن يجوز لي إني أخرها. يقول لها بقول لك ايه، هنخلي بقى بدل ثلاث هاجي لك بقى السبت والاربع. ينفع التاخير، لكن ما ينفعش التقديم، لان لو اخر بيبتدي نوبه جديده فيبتدي يعد من اول وجديد. فهمت بقى المساله؟ لان لو اخر هيبتدي نوبه جديده، لان هو ممكن على فكره يقعد مع دي ليله ودي ليله ودي ليله ويريح ليله ما يروحش لحد، وبعدين يبتدي ليلة وليلة وليلة ويريح ليلة عشان يعرف بس يلقط نفسه، كبسين على نفسه. فهمت ازاي؟ له ان يفعل ذلك. لكن ما يجيش بقى يقعد على دي ليلة ودي ليلة وياخد راحة في النص، ما ينفعش، لازم يكمل الدورة. واضح؟ والا يبقى ظالم. فدي نقط مهمة. وبعدين هو يبقى ظالم، وبعدين يقرأ عنده ورد قرآني طول النهار قاعد يقرأ ألا لعنة الله على الظالمين، قاعد يلعن نفسه. قاعد يلعن نفسه داخل في الآية، وقاعد يصلي بالليل ما شاء الله، ألا لعنة الله على الظالمين، الآية عليه. شفت بقى؟ قاعد يلعن نفسه. وعشان كده رب قارئ للقرآن يلعن نفسه. فالواحد ياخد باله أن يتبرأ من هذا، علشان لا يبقى مجرم ولا يبقى ظالم ولا يبقى فاسق، وإلا يبقى الآيات اللي جت في دول قاعدة بيقولها على نفسه وبيدعي على نفسه. بات عند الموهوب لها ليلتيها ليلتيهما، ولا يجوز له تقديم ليلة الواهبة إلى ليلة الموهوب لها، ويجوز له تأخيرها ولها الرجوع قبل فواتها. هي وهبتها
وليلتها كانت الثلاث. فجت يوم الثلاث كده بعد المغرب قالت له على فكره انا رجعت في كلام. يوم يسيب بقى المكان ويرجع لها على طول، هيلعبوا بيه، هيمرمطوه. فهمت بقى ازاي؟ والله هيمرمطوه. ما هو اللي جابه لنفسه، انا اللي جبت ده كله لنفسي، يقعد يعمل ايه؟ شغلانه سهله. لان لها الرجوع قبل فوات ليلتي. هي تغلس عليه بقى قبل الفجر بساعتين وهو نايم في عز النوم، تقول له انا رجعت بكلام، يقوم بقى يدعك ويدخل عليها علشان يكمل بقيه النوم بتاعه. ما هو استفاد اصل ان كيدهن برضه عظيم. وان كان كيدهن عظيم ده وصف مين؟ عزيز مصر. مش وصف القران، مش وصف كلام الله. ده عزيز مصر هو اللي قال ان كيدكن عظيم. الناس بيفتكروها ان كلام ربنا، لا مش كلام ربنا. واضح؟ عشان الستات بيزعلوا لما تقول ان كيدكن عظيم، ربنا بيقول ان كيدك، لا ده ربنا مش بيقول كده. ده عزيز مصر اللي كان بيقول كده، ان كيدكن عظيم وربنا حكاها. لكن كون ربنا ما اعترضش عليها. دي توحي برضه بان كيدهن عظيم. يعني ربنا يستر. يا الله يا كريم. يبقى بيقول لك ايه؟ ولها الرجوع قبل فواتها ولو في اثنائها، ويجب عليه الخروج حالا ساعتها يروح لها بعد علمه، ولا يقضي ما فات قبل علمه بالرجوع. وان وهبته له، طب افرض هي وهبته الليله بتاعتها، قالت له انا وهبت لك الليله بتاعتي، تختار الحته اللي تعجبك تقعد فيها. الثانيه وهبته لاحدى الزوجات، هنا وهبته له. فهمت بقى المساله؟ وان وهبته له خص به من شاء منهن، لانها بقى صارت ملكه بقى، هو بقى يختار الواحده اللي تعجبه. لانها جعلت الحق له فيضعه حيث شاء. ده مش كده وبس، ده كل مره يخص واحده شاء، مش كل اللي خصها المره دي لازم يخصها كل مره. فهمتني ازاي؟ لانها بقى ملكه بقى، اليوم ده بقى ملكه، يحطه في الحته اللي تعجبه. واضح الكلام؟ وممكن يستريح شويه بس بعد كمال الدوره. بعد ما يعمل الدور كامل له انه يريح شويه. واخد بالك؟ بس بحيث ايه؟ ما يزيدش عن 4 شهور. عشان والا يبقى ايلاء. واضح؟ ممكن ما يروحش لحد فيهم. لا وان يفعل، لا وان يفعل فيما شاء، لانه بقى ملكه. وان وهبته له خص به من شاء منهن، لانها جعلت الحق له فيضعه حيث شاء. ولو وهبته له ولهن، قالت له انا وهب لك اليوم ده ليك وللزوجات الاخريات، يبقى يقسموا بينهم هم باقي ثلاثه، يبقى دي ليها ثلث يوم ودي ليها ثلث يوم ودي ليها ثلث يوم. فهمت بقى المسألة؟ قسم على الرؤوس فتجعل الواهبة، فتجعل الواهبة كالمعدومة، فكلما تجب ليلتها في دور قسمت بين الزوج وضرائرها، فيخص كل واحد ربع، فيجتمع لكل واحد من الزوج والضرائر ليلة من 4 من 4 أدوار، فتجتمع 4 ليالي من 4 أدوار، فتقسم بينهم بالقرعة، فما خص الزوج يخص به من شاء، وما خص الضرائر باته عندهن بالقرعة، وهكذا. يعني عملية صعبة، حاجة تمخول، يعني يقعد يحسبها، بس هو اللي جابه لنفسه. وهكذا كلما اجتمع 4 ليالي هذا، إن وهبتها دائما. فإن وهبت ليلة فقط، قالت له طب الأسبوع ده بس، لو وهبتها دائما يمشي بالطريقة. طب لو وهبتها مرة واحدة، جعلها أرباعا ويقرع أيضا، ويخص بربعه من شاء، ولا يجوز للواهبة أن تأخذ في مقابلة حقها عوضا من الزوج ولا من الضرائر. توهب يومها لواحدة من الضرائر وتقول لها على فكرة بس تديني 100 جنيه عن اليوم ده مقابل بقى. لا يجوز، لا يجوز أنها تاخد مقابل. خدت بالك؟ ولا يجوز للواهبة أن تأخذ في مقابلة حقها عوضا لا من الزوج ولا من الضرائر، لأنه ليس بعين ولا منفعة. ده مؤنث أصلا، لا هي عين ولا منفعة. هذا وقد استنبط السبكي من هذه المسألة ومن خلع الأجنبي الآتي، هيجي لك بعد كده خلع الأجنبي في باب الخلع،
الإمام السبكي استنبط منها مسألة جواز النزول عن الوظائف بعوض وغيره. يعني أنا متوظف وظيفة وأنت نفسك في وظيفة، فأقول لك تديني مقابل إن أنا أتنزل لك عن هذه الوظيفة وأنت تاخدها مكان. فهمتني إزاي؟ هل يجوز هذا أم لا شرعا؟ فهمت بقى المسألة؟ الإمام السبكي استنبط جوازها، جواز ذلك. استنبط السبكي من هذه المسألة ومن خلع الأجنبي الآتي جواز النزول عن الوظائف بعوض وغيره. بعوض يعني وغير عوض، يعني بهبة. هذه عوض وغيره، يعني غير يعني بلا مقابل. فالأول من خلع الأجنبي اللي هو بالعوض، والثاني اللي هو بغير عوض هبة، من هذه المسألة إنها بتوهب وما تاخدش مقابل. فهمت بقى المسألة بقى؟ ولو كان المنزول له دون النازل، ولو كان المنزول له دون النازل، يعني أنا هتنازل عن وظيفتي ليك وأنا خبرتي في وظيفتي أعلى من خبرتك، فصار المنزول له دون النازل، ينفع. واضح؟ وإذا قرر الناظر اللي هو صاحب المصلحة بقى، رئيس المصلحة، فيها غير المنزول له، طب افرض الناظر اللي هو مدير المصلحة اللي هو بيوظف، أنا اتنزلت عن الوظيفة وقلت له اتنزلت عن فلان، فعمل له انترفيو لا لا يصلح له أن هو يرفضه، وساعتها لا يعود عليك بأنه ياخد المقابل، لأن أنت عملت اللي عليك. واضح؟ وإذا قرر الناظر فيها غير المنزول له فليس له الرجوع على النازل بشيء، لأنه إنما دفعه لإسقاط حقه لا لتقريره في الوظيفة. فهمت المسائل الدقيقة؟ فيبقى الأمر في ذلك إلى الناظر، فيفعل ما تقتضيه المصلحة شرعا ما لم يشرط عليه في ذلك تقريره فيها من الناظر، وإلا رجع عليه. لكن لو شرط عليه قال له لو ما وظفنيش صاحب المعامل ترجع لي الفلوس، لو شرط عليه وقبل يبقى يرجع، لكن لو ما شرطش مالوش الرجوع. فهمت بقى المسألة؟ والله تعالى أعلى وأعلم، ونقف عند هذا الحد، نكمل يوم الاثنين القادم إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، وجزاكم الله خيرا.